الذي حصل بعد المغرب تلقينا خبر الحادث من زميل أخي حسن، الأخ حمد صغير عسيري. قابلني أخويا الصغير علي وقال الجماعة صار عليهم حادث وإن شاء الله هم طيبين وكذا. حسن جابوه للمستشفى وهو بخير، لكن الوالدة يجيبونها الآن. توجهنا لموقع الحادث الذي هو مفرق العيدة على طريق أبها، والحمد لله على كل حال. جينا نبحث، ايش بالصوت قطع عندي، نصف ساعة تقريبا ما وجدنا أثر حادث، لا وجدنا سيارة ولا شيء. قلت على السيارة رفعت، واتصل عليهم في محايل قالوا ما جت إلى الآن. وهذه نصف ساعة اتصالات من بيننا وبين أخواني في مستشفى، وصلت ما وصلت لا. يعني اتصلت على الأستاذ عيسى عسيري في أبها نسيبنا، يذهب المستشفى عسير لأنها احتاجت إسعاف ونقلت إلى مستشفى عسير كإنقاذ حالة، لكن ما وجدنا عسير أبدا. تواصلت مع المرور أسأل عن ذلك، ما رد علي، يعني ما رد علي لكن ما أعطيني إجابة، قال حالة واحدة. قلت يا أخي الكريم أخوي طلع هو وأمي كذا، قال لا ما في الحالة واحدة. فهذه الفترة لما قال لي ما في إلا حالة واحدة بدأ يعني بصيص أمل أن الوالدة على قيد الحياة، والحمد لله. لكن اتصل علي بعدين الأخ شعبان سعيد صغير، قال تعال الوالدة جيت المستشفى وهي بخير والحمد لله. وصلت المستشفى محايل، لما وصلت وجدت أخواني كلهم، عماني وأبوي، قال الوالدة توفيت. هذا قضاء الله وقدره، والحمد لله على ما قدر وشاء، عملنا بقضاء الله وقدره. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنا على فراق أمنا لمحزونون. لكن الإهمال الذي وقع أنه يوجد فريق كامل من الدفاع المدني قلدهم الله هذه الأمانة، وعلى فكرة نحن لا نقلل من جهود الدفاع المدني أو رجال الأمن، جهودهم تذكر فتشكر، وما حصل إنما هو حالة فردية مستثناة لا تمثل شريحة هذا الوطن ولا مواطنيه أبدا. لكن الغريب أنه فريق كامل ما في أحد منهم كلف نفسه ويفتح البوابة الخلفية للسيارة، ربما يكون يجد طفل كذا، ما بالك بامرأة كبيرة قاربت من 50 عام، ثم تنقل إلى الحجز، ثم تنقل إلى المستشفى. يعني بطريقة قاموا بواجبهم، لم أقول لهم بل أكرموها في نقلهم وكذا جزاهم الله خير، لكن الإهمال نتجلس أكثر من ساعة إنه ما أحد يدري عنها. طبعا الوالدة توفيت في الحال، ليس كما يشاع أنها جلست تنزف وكذا، لا، نحن اطلعنا على الوالدة والحمد لله على كل حال. الوالدة توفيت وهي متشهدة الحمد لله، مبتسمة، إصبعها السبابة لم تنفك عن قول لا إله إلا الله. الوالدة مثل الوالدة لا يبقى في الدنيا. أنا لا أقول هذا الكلام من باب عاطفة ابن لأمه، لا، أقولها من باب واقع. مثل الوالدة لا يبقى في الدنيا. الدنيا فيها كثير من المنقصات، فاصطفاها الله عز وجل إلى مقام كريم. الوالدة يشهد الله ويشهد أهل محايل وكل من عرفها. وكما قال فضيلة الشيخ علي الألمعي وهو ابن أخت المتوفاة القاضي بمحكمة القنفذة، أن لو أم خالتي رجلا لكانت وجها من وجهاء منطقة عسير. والحمد لله نحن نحسن الظن بالله عز وجل الحمد لما نرى لما نرى من عبادتها لله عز وجل. الوالدة يشهد الله، لا أقول هذا الأمر رياء ولا سمعة، لكني أطلب من جميع المشاهدين أن يدعو الله عز وجل أن يجعلها في جنات النعيم،
وأن يبلغها منازل الصديقين والشهداء، وأن يحرمها على النار، آمين. وأن يلهمنا الله الصبر يسكن، والصبر والسلوان. الله يسكنها الجنة اللهم آمين ويرحمها ويغفر اللهم لنا آمين وياها ويغفر لموتى المسلمين.